الإذاعة المصرية تحييكم من دار سينما ريفولي، حيث تحتفل القوات الجوية المصرية بيوبيلها الفضي اليوم، وقد وصل الرئيس جمال عبد الناصر وأخذ مكانه الآن. إلى يمينه السيد عبد اللطيف البغدادي رئيس مجلس الأمة، ثم السيد أنور السادات، ثم السيد كمال الدين حسين، ثم عن يساره اللواء طيار صدقي محمود، وبعد ذلك اللواء أركان الحرب عبد الحكيم عامر، السيد حسين الشافعي، وبقية الوزراء. أيها المواطنون، منذ الصباح والطائرات تجوب سماء القاهرة احتفالا بالعيد الفضي لسلاحنا الجوي، والليلة يحتفل السلاح الجوي بهذا النصر في أعياد النصر، نصر كبير تحرزه مصر بعد عام من معركتها، فلقد أصبحت قواتها الجوية أكبر قوة جوية في منطقة الشرق الأوسط. والسلاح الجوي يحتفل في هذه الليلة بإحياء يوم من أيام النصر عزفت الموسيقى سلام الجمهورية، تحية لوصول الرئيس جمال عبد الناصر إلى هذا الحفل. وسوف تنشد السيدة أم كلثوم في هذه الحفلة نشيد الطيران الذي يقول: في جبين السماء لاح نجم أغر، من غزاة الفضاء يتحتى الخطر، صاعد كالقضاء نازل كالقدر، يا نسور الحمى يا غزاة السماء، يومكم للنيل عيد وانتصار وخلود، إنه الفجر الجديد إنه الصبح الوليد، فاملكوا الجو وسودوا وارفعوا راية مصر، ارفعوها للسماء، سجلوا الأيام نصرا واكتبوها بالدماء، في جبين السماء للعلا والبناء، صاعد كالقضاء نازل كالقدر، من غزاة الفضاء من هواة الخطر، للكفاح للفدا والردى للعدا، وعلى الباغي تدور ولنا فيها رجال، في السماوات نسور وعلى الأرض جبال، كلنا فيها جمال، فارفعوا راية مصر ارفعوها للسماء، سجلوا الأيام نصرا واكتبوها بالدماء، في جبين السماء للعلاء والبناء. سوف تنشد السيدة أم كلثوم هذا النشيد الذي تقدمه اليوم لأول مرة، وقد سجلته الإذاعة المصرية وقدمته لكم. أما الآن فتقدمه أم كلثوم في حفلة ساهرة كبرى يحضرها الرئيس جمال عبد الناصر وكثيرون من رجال القوات المسلحة البحرية والجوية والطيران والجيش وبعض الضيوف العرب وبعض ضيوف مصر من الزائرين. ظهرت الفرقة الموسيقية التي ستصاحب السيدة أم كلثوم في هذا النشيد، وخلفها المجموعة التي سترددمع أم كلثوم هذا النشيد، وتنفرج الستارة رويدا رويدا، وتظهر الفرقة كاملة مع المرددين. لم تظهر أم كلثوم حتى الآن، وبعد لحظات سوف تعزف الموسيقى مقدمة هذا النشيد الذي كتبه طاهر أبو فاشا ولحنه رياض السنباطي. كثيرون من مصوري الصحف والسينما والتلفزيون يلتقطون بعض الصور للسيد الرئيس جمال عبد الناصر وللحاضرين الذين امتلأت بهم هذه الصالة الفسيحة والمقاعد كلها. أيها المواطنون،
نشيد في جبين السماء من شعر طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان رياض السنباطي، ستردده السيدة أم كلثوم في هذا الحفل الكبير الذي ننقله إليكم من دار سينما ريفولي. We'll be right back.
بهذه العاصفة من التصفيق أيها المواطنون، استقبل الحاضرون هنا هذا النشيد الحماسي الذي رددته أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة التي تقام بمناسبة اليوبيل الفضي للسلاح الجوي المصري. الكلمات لطاهر أبو فاشا، الموسيقى والألحان لرياض السنباطي. وبعد ستمضي فترة أيها المواطنون حتى نستمع إلى الفاصل الغنائي الثاني الذي تقدمه أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي تحتفل مصر كلها بها، لا يحتفل بها سلاح الطيران وحده، فهذا السلاح الذي له في كل قلب منزلة كبيرة جليلة، هذا السلاح الذي يحتفل اليوم بمرور 25 سنة على مولده، يعتبر ملكا لكل مصري، ملكا للشعب المصري الذي قام قومته بزعامة رئيس جمهوريته جمال عبد الناصر الذي شرف هذا الاحتفال معه جميع السادة الوزراء وقادة القوات الثلاثة، الجيش والطيران والبحرية وكثيرون من رجال الدول العربية ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الدولة والأعيان. أيها السادة، يسود الحفل البهجة والسرور لأن كل مصري ينظر الآن لهذا العدد الضخم من الطيارين الذين وقفوا يرحبون بالحاضرين والمدعوين، وهو فخور بكل منهم.
فكل طيار يقف اليوم دليل جديد على أن مصر تمشي قدما إلى الأمام في قوة وفي عزة، تبني جيشها كما تبني أرضها وتبني كل ناحية من نواحي البناء والتعمير. سنلتقي في هذا المكان مرة أخرى عندما تقترب هذه الستارة من أن تنفرج عن أم كلثوم مرة ثانية. إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله.